السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برنامج اسمه بنسل 2D انيميشن. البرنامج ده فيه شوية مزايا قوية جدا، منها ان هو مجاني، يعني انت مش هتدفع اي فلوس خالص، والبرنامج هيعلم افكار حلوة قوي لحد لسه بيتعلم كمبيوتر او حد عايز يتعلم انيميشن، فتلاقي سهل جدا. طيب تعال نبدأ مع بعض. كل اللي انت عليك هتقول له داونلود، لا هيسألك عايز باسورد او كراك او اي حاجة خالص، لا هو مجاني، وبيقول لك انت عايز تطبع على الويندوز ولا ابل ماكنتوش ولا لينكس، غالبا بتبقى ويندوز، فبتقول له عايز تطب 64 32، ده خلاص اختفى، فال 64 هيبدا يسطبه لك. طيب تعال نشوف البرنامج بالشكل دوت. طيب لو انت عايز ترسم اي حاجه، احنا هنرسم على الفريم هنا واحده واحده، هنفهم كل حاجه ان شاء الله. طيب انا عندي هنا ده التايم لاين. التايم لاين بيبقى اكتر من فريم، كل فريم ممكن ترسم عليه صورة مختلفة. طيب خلينا نرسم على أول واحد خالص. هاجي هنا وأقول له مثلا إن أنا عايز أرسم حاجة وليكن مثلا كورة بالشكل دوت، اعتبروها كورة. فأنت عندك هنا أدوات للرسم، يعني ممكن تيجي مثلا تيجي هنا ترسم مثلا بالفرشاة، تيجي هنا تعمل التعديلات. طيب عايز ترسم بالألوان، اختار اللون اللي أنت عايزه، ديت دي الفرشاة، فتقدر تتحكم في كل الالوان انت عايزها. ده نظام اسمه HSV، وفي طبعا نظام ال RGB اللي هو بيدمج الريد مع الجرين مع البلو، فيطلع لك الالوان اللي انت عايزها. طيب وليكن مثلا هعمل تراجع، وليكن مثلا هاجي هنا وهرسم مثلا، عايزين نختار اللون اهو، ارسم مثلا حاجة بالشكل دوت. طيب ممكن اقول له بقى انا عايز ازود كي فريم. بص هاجي هنا على الكي فريم اللي بعديه واقول له انا عايز كي فريم جديد. طيب ممكن اقول له ايه، لا ده انا عايزها تكبر شوية بالشكل دوت. طيب عايز ارسم كي فريم كمان، واقول له اوكي، اروح راسم بقى ايه هرم كبير خالص كده بالشكل دوت. طيب تعال نشوف لما اجي اشغل سريعة جدا. طيب خلينا نغير في السرعة بتاعتها. تمام ممكن اجي هنا واقول له انت عايز كام فريم في الثانية، ممكن عايز مثلا فريمين في الثانية، دي عدد الفريمات اللي في الثانية. تعال بقى نشغل بالشكل ده، وممكن تقول له انا عايزها لوب، يعني اول ما تخلص تبدأ واحدة جديدة. طيب انا مثلا عايز الفريم ده يتكرر هنا، فاجي هنا اقول له ايديت كوبي، واروح عند الفريم ده واقول له ايه بيست. تمام خليني اقول له نيو واقول له هنا ايديت بيست. تمام بالشكل ده، فبقى عندي الفريمات بالشكل ده، اول واحد تاني واحد تالت واحد رابع واحد، وبعد كده ايه يبدأ ينزل خالص. وتقدر تعدل في كل فريم، وفي الاخر بيطلع لك زي فيلم كرتون، يعني تقدر انت ترسم مثلا توم اند جيري وتبدا ان انت تتحركهم، او ترسم اشخاص ويبداوا ان هم يتكلموا مع بعض. طيب لو انا عايز اشوف الفريم مع ثانيه خفيفه من الفريم اللي قبليه، يبقى انا هعمل ايه، هاجي في الفريم دوت وادوس على العلامه اللي هنا اللي هي بريفيس فريم، وبعد كده اتحرك هنا. يعني وانا بعمل فريم جديد لازم اروح دايس هنا. تمام يعني اجي هنا ادوس، اجي هنا انا طبعا لسه فاضي خلاص، اقول واحد جديد، فالجديد دوت ظهر عندي الفريمات اللي موجوده قبل كده. تمام اقدر اجي هنا اقول له ايديت كوبي، واجي هنا في الفريم دوت واقول له ايه بيست. تمام هو هنا بيعمل ايه. طيب ممكن انا مش عايز اشوف الفريمات كلها، ماشي هقول له انا عايز اشوف ايه اخر فريم بس. خلينا نشوفها كده الفيديو هيبقى عامل ازاي. هنا ممكن تقول له انا عايز اشوف مثلا ايه. طيب كده انت بقى عندك ملف فيديو صغير. زي ما انت عايز.
وتقدر ترسم كورة، تقدر ترسم شخص بيتحرك، تقدر تحط بعض الصور. طيب خلينا نفهم الفرق بين البيت ماب والفيكتور. البيت ماب لما بتعمل زوم عليه بتحس ان في نغبشة موجودة بالشكل ده، انما اللير اللي هي بتاعت الفيكتور ديت، دي ميزتها ان اي حاجة ترسم عليها تمام ما بيبقاش فيها التقطيع دوت. يعني لما تعمل عليها زوم بتلاقيها معمولة فيكتور ما فيهاش تقطيع، فدي دي بيت ماب. بيت ماب زي الفوتوشوب، لما بتيجي تعمل زوم على حاجة بتلاقيها بكسلت منك، انما الفيكتور لا. دي الليرات تقدر تضيف اكتر من لير، وكل لير يبقى عليها الشغل بتاعه المستقل تمام. هتقدر تضيف بيت ماب، تقدر تضيف فيكتور، تقدر تضيف صوت، تقدر تضيف كاميرا. طيب بفرض ان احنا خلصنا عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، هقول له هنا فايل واقول له ان انا عايز اعمل اكسبورت. اكسبورت عكس امبورت. امبورت انت ممكن تدخل صورة ليك وتحركها، ممكن تضيف اي ايمج سيكونس، ممكن تضيف فيديو، ممكن تضيف انيميشن جاي اف، حاجات كتير اوي. طيب عايز اعمل اكسبورت، ممكن تصدرها على هيئة موفي او على هيئة ايمج او على هيئة انيميتد جاي اف، دي بالنسبة لي افضل حاجة. طيب انا هصدرها في المكان دوت. تقدر تغير الاسم، الكاميرا، اني كاميرا انت عايزها، الابعاد بتاعتك. كل ما تكبر الابعاد كل ما الصورة هتكون احسن، لكن لو كبرتها كتير ممكن يبقى الملف تقيل وياخد وقت في التصدير. بيقول لك انت عايز من انهي فريم لانهي فريم. هو شاف ان اخر حاجة انا اشتغلت فيها كان الفريم رقم 5. طيب الساوند ممكن توقفه ساعتها لوب، يعني اول ما يخلص يفتح تاني. طيب خلينا نقول له اوكي، هيبدأ يعمل اكسبورت. فبرنامج البنسل 2 دي برنامج سهل ان الاطفال تبدأ تاخد منه افكار، ايه هي الليارات، ايه هي كذا، وتقدر تتعلم شغل فيه يعني كتمهيد للبرامج التانية. انا اقول له افتح لي المكان اللي موجود فيه الملف عشان ابدأ اشغله. هو كان جي اي اف. فيعمل لي حاجة بالشكل دوت. ان شاء الله هنشرح البرنامج في فيديوهات تانية برضو في حاجات ادفانسد شوية، فدعواتكم وكده بإذن الله.